السلام عليكم تلاميذنا الأعزاء. Unit 5, Lesson 6. Unit 5, Lesson 6. On page 68. 68. أخذنا بالدرس السابق أس الجمع وهو يضاف إلى الأسماء. اليوم نأخذ أس جديد وهو أس الشخص الثالث أو أس الغائب. أس الشخص الثالث يضاف إلى الأفعال. شنو هي الأسماء وشنو هي الأفعال؟ الأسماء هي ما وصفت أشياء بدون أزمنة. الأفعال هي التي توصف أشياء بأزمنة، يعني I catch fish، أمسكت سمكة، أمسكت، أنا أمسكت سمكة. تلاحظون الفعل مثل ما هو catch يعني أمسك، مثل ما هو، وآي معناها أنا. نجي هنا أنا. dad، dad يعني أبي، dad catch، dad catch a fish. شوفوا أس الشخص الثالث، dad catch a fish، أبي أمسك بسمكة. Yesterday I caught، caught الماضي مال catch، I caught a fish، أمسكت سمكة البارحة. On Saturday في يوم السبت dad caught a fish، يعني بما معناه أن أس الشخص الثالث تضاف إلى المضارع فقط، الفعل المجرد من يصير ماضي ما نضيف له. هسه نريد نعرف من هو الشخص الثالث اللي جاي نحكي عليه. ابقوا يا يعني. خلينا نعتبر ان الشخص الاول هو المتكلم، هذا اللي جاي يحكي وهذا جاي يسمع، المتكلم I we، ومن يخاطب هذا الشيء يقول له، يقول له you، هذا الاول وهذا الثاني. زين الثالث من هو؟ الثالث هو الشخص الغائب اللي نحكي عليه، اللي هذا جاي يأشر عليه، يحكي عليه، يحكي لمن؟ يحكي لهذا. فالشخص الثالث هو شخص غائب ما موجود، جاي نحكي عليه وهو ما موجود. فهذا الشخص إذا حكينا عليه بزمن مضارع نضيف للفعل أس، هو هذا الشخص الثالث. افتهمنا هسه شخص أول، شخص ثاني، third person، شخص ثالث أو الغائب اللي ما موجود بالمحادثة، هاي المحادثة وهذا الشخص الثالث برا. هسه عرفنا من الشخص الثالث، ننتقل. هاي أخذناها بالدرس السابق كيفية إضافة أس، شلون نضيف الأس ما ننساها. هاي نفس العملية تطبق على الأس، على أس الشخص الثالث. هسه نقلب الصفحة، نجي هنا، نريد نحل ذن التمارين. قبل لا نحلهن لازم نقرأ الكتاب، نشوف شكو بالكتاب الملون. كتاب الملون صفحة 68. ماي ماجازين، مجلتي، هذا موضوع بالمجلة جاي يكتب. فالموضوع هو بيكنيك باي ذا لايك، بيكنيك باي ذا لايك، نزهة بجانب البحيرة. Think and discuss، فكر وناقش. Do you like picnics، هل تحب النزهات؟ Where would you like to go for a picnic، وين تريد تروح، المكان اللي تريد تروح له تتنزه بيه. What food would you like to have، شنو الطعام اللي تريد تتناوله. نجي نقرأ. The family is going on a picnic to a lake، they are going there by car، العائلة رايحة في نزهة إلى البحيرة بواسطة السيارة. Dad، الأب، Dad is driving and mom is next to dad، أبي يسوق وأمي بجانبه. أمل and طارق are sitting in the back، يجلسون في الخلف أمل وطارق. Everyone is very happy، الكل سعيد. What's in the picnic؟ What's in the picnic bag، mom؟ ماذا يوجد في حقيبة الرحلة أو النزهة؟ جواب الأم تقول There is lots of food، wait and see، هناك الكثير من الطعام، انتظر لترى. They got to the lake، وصلوا إلى البحيرة. It's a very hot day and they find a big tree to sit under،
وجدوا شجرة كبيرة للجلوس تحتها. They unpack the picnic bag. Unpack يعني فتحوا الحقيبة أو الحزمة. Unpack the picnic bag. Dad goes fishing in the lake. Dad goes fishing in the lake. أبي يذهب إلى الصيد، صيد السمك في على البحيرة. goes، شوفوا goes استخدام أس أضفناها إلى الفعل، الفعل المجرد، خلينا لها إي لأن أكو أو وقبل حرف صحيح. the lake، العفو، the children watch، الأطفال شاهدوا. will he catch anything؟ هل سيصيد أي شيء؟ Yes, he catches a big fish. نعم، لقد اصطاد سمكة كبيرة. شوفوا الشخص الثالث مرة ثانية. هذا. Look, Dad. Look, Dad caught a fish. أبي أمسك بالماضي، أمسك سمكة. It's very big. It's very big. إنها كبيرة جدا. Let's cook it for the picnic. Let's cook it for the picnic. لنقم بطهوها من أجل النزهة. The children collect stocks of food. The children collect stocks of food. عيدان من الخشب. And dad makes شوفوا makes a fire. أس الشخص الثالث. Everyone watches. الكل يشاهد. أس الشخص الثالث. شوفوها أس الشخص الثالث. Carefully، بحذر. As the fish cooks on the fire. بينما السمكة تنطهي على السمك. They have a lovely picnic with lots of delicious things. They have a lovely picnic with lots of delicious things. حظوا بنزهة جميلة مع الكثير من الأشياء اللذيذة. To eat للأكل. The fish is the best. السمكة كانت الأفضل. ولهنا تنتهي القراءة. ننتقل إلى حل التمارين. كتاب النشاط صفحة 66. نجي. استمع إلى الكلمات ورددها. fire catch carefully unpack stocks. هذا أس الجمع. delicious، وهذا الأس أصلي من الكلمة، دير بالك. نجي للتمرين اللي تحت. يقول now complete the phrases، العبارات، with the words from A. هذا أس الجمع. كلمات ذنين خليهن بالفراغات هنا. خلنا نجي food، شنو الكلمة المناسبة لفود؟ طعام. delicious، delicious اللي هي رقم 6، هاي الكلمة جبناها هنا. delicious، delicious food، طعام لذيذ. make a فراغ، شنو الكلمة المناسبة؟ make a، شو نسوي؟ a fire، a fire، a fire. فوها هاي fire، اشعل نار. 3 a fish، شنو الكلمة المناسبة قبل fish؟ قلنا catch، امسك catch. ليه هنا catch، catch رقم 3 نجيبها نخليها هنا. نجي فراغ a bag، قلنا الحقيبة شو نسوي لها؟ in pack، in pack، in pack a bag. collect a collect a stocks، stocks، stocks يجمع أعواد. تبقى الكلمة الأخيرة watch،
watch carefully بعناية. watch carefully نخليها هنا watch carefully. التمرين اللي بعده تمرين سي. write the verbs الجمع with the correct ending. اكتب الأفعال في النهايات الصحيحة. هسه watch watch everyone شو نخلي بالفراغ everyone watch watch TV. ليش خلينا اي اس ليش مو بس اس؟ ترجعون للقاعدة اللي قبلها الصفحة اللي قبلها هاي نخلي اي اس اذا كان اكو تشي واتس عندنا هنا تشي. go my mom ايش بيها goes goes اس الشخص الثالث. like ليانا like playing tennis. likes likes ليانا like playing tennis. نجي هسه dad فراغ fire dad makes makes a fire. هسه have have شوية نادرة. have الوحيدة اللي تبقى نفسها. أحمد have a new bicycle. have تبقى نفسها ما تتغير. و do hint always فراغ her homework at 7 o'clock تسوي عملها شو يصير. does does نضيف اي اس does. هسه نجي للي بعده make your own story color your answer. هذا التدريب أكثر منه تمرين. هذا التدريب شنو هذا التدريب؟ يقول make your own story color your answers ولون أجوبتك. بهذا التدريب تختار مثلا ساتردي فرايدي انت شو وقت تروح السبت لو الجمعة تلون اليوم اللي تروح بيه لو هذا لو هذا. تجي هنا تلون واحدة من هاي تجي هنا تلون واحدة من هاي هكذا نقراها. it is Friday, Saturday, Friday, Saturday, جمعة وسبت. And my family is going on a picnic. We are going to the river low lake. النهر لو البحيرة. We look in the fridge. Go to the shop. جبنا الأكل من الثلاجة وهنا رحنا للمحل. For some food. There is a cheese and salad. جبن وسلطة. أو bread and chicken. خبز ودجاج اختار بكيفك. We are driving my dad car سيارة أبي. We are talking in the bus. We are taking in the bus بالباص سيارة الكبيرة. My sister my mom لو هاي لو هاي wants to make a tea coffee لو هاي لو هاي. My dad brother أبي أخي is going to catch a fish and make a fire. We are going to cook the fish and eat the food under a tree لو near to the water لو تحت الشجرة لو بقرب الماء. Okay but there is any ice cream هل هناك ice cream delicious تختار لو هذا الجواب لو هذا الجواب وانت تكمل. والهنا ينتهي درس اليوم. أتمنى قد تكونوا استفدتم أعزائي التلاميذ. لا تنسون الفرق بين أس الجمع وأس الشخص الثالث. أس الشخص الثالث مع الأفعال وأس الجمع مع الأسماء وكلاهما إضافة بنفس الطريقة. شكرا لكم نلقاكم في الدرس القادم.